أتمنى على سنة 2020 أنها تكون عام مبارك ليشمل كل أطراف الشعب السوري بالنصر، وأطلب أول تمنية أنه هي الإفراج عن المعتقلين والشفاء العاجل لجرحانا والنصر الغريب لهذا الشعب ورجعته إلى بيوته سالما قانما، ويكون عام مبارك بتاريخ هذه الأمة التي هي نكبت من جميع وسائل النكب من قبل هذا النظام المجرم. أتمنى أرجع على بلادنا ونلعب مدرستنا وندرس ونلعب مع رفقاتنا وملينا من العيشة احنا بالخيم. إن شاء الله بإذن الله أنه الله يحل لنا هالأمور ونرد على بلادنا ويشوفنا وليداتنا ونجمع سوا، هذا اللي نتمنى من الله، والاستقرار، ريد الاستقرار، وإن شاء الله يا رب الله ما ينسى فضله هالعالم الضحك علينا وشوف هالعالم المنكوبة. والله نتمنى أنه الله يفرج على البشر كافة، إن شاء الله عام خير وبركة على البشرية إن شاء الله يا رب. وصار لنا 5-6 سنين مشردين، يعني كل عائلة صارت بمكان، يعني صرنا نحن العائلة الوحدة صرنا ب4-5 مكينة، يعني شيء بلبنان وشيء بتركيا وشيء هون، ونتمنى الله يفرج على البشر جميعا إن شاء الله. أتمنى من الله أنه بالعام الجديد أنه الله يفرجها علينا وعلى الشعب السوري هذا المنكوب، وأنه الله يترأف بحالة الأطفال هاي المشردة بهالبرد، وأنه الله يرجعنا على بيوتنا، وأنه الله هيك أنه يترأف بينا، لأنه نحن اللي صار بينا إحنا شعب سوري أعزل، صار بينا وضع مأساوي. أتمنى أسالف أخويا هيك إحنا وياهم سوا ومو ملينا وإحنا نسالفهم على الهواتف، وأنه الله هيك يغير حالنا، أنه هالسعادة تدب بهالأطفال. إحنا كبرنا راحت علينا، بس بدنا أولادنا أنه يعيشون حياة كويسة بالعام القادم، وأتمنى أنه الله يغير الحال من حال إلى أحسن. والله مشتاق لأخويا بلبنان، صار لي يمكن 3-4 سنين ما شفته يمكن، ومشتاق هيك إن شاء الله الله يجمعنا ويجمع كل عائلة ببعضها إن شاء الله.